كشف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جرونبرغ عن رؤية جديدة للحل في اليمن تتمثل في مفاوضات مباشرة بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس السياسي للميليشيات الحوثية. وأفاد جرونبرغ في إحاطته لمجلس الأمن أمس الخميس إنه عقدوا اجتماعات مكثفة في الرياض وعدن وصنعاء لمناقشة مقترحات ملموسة لحل الأزمة الاقتصادية في اليمن، وقدم رسالة لفخامة الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ولمهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين يدعوهما للحوار المباشر. وقال المبعوث الأممي: لقد وصلت جهودي الهادفة للتوصل إلى وقف إطلاق للنار وعملية سياسية جامعة تتيح للأطراف المتحاربة حل خلافاتها بالسبل السلمية، إلا أنه منذ كانون الأول ديسمبر الماضي عندما وافقت الأطراف على تنفيذ مجموعة من الالتزامات ضمن إطار خارطة طريق أممية، كان للوضع في المنطقة أثر كبير في تعقيد هذه العملية. ومنذ بدء التصعيد في البحر الأحمر سعيت لضمان أن لن يحيد التركيز عن الهدف الرئيسي وهو الحل السلمي للنزاع في اليمن، إلا أنه بدلاً من إحراز تقدم ملموس لصون التزاماتها واستكمال خارطة الطريق عادت الأطراف إلى المعادلات ذات المحصلة الصفرية، وبدلاً من وضع أولويات الشعب اليمني أولاً لجأت الأطراف إلى اتخاذ تدابير تعتقد أنها تعزز مواقفها ممن يعرض قابلية تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها مسبقاً للخطر. تتجلى عقلية المحصلة الصفرية بشكل واضح في الاقتصاد، فقد انكمش الاقتصاد بشكل حاد في أعقاب هجوم الحوثيين على منشآت تصدير النفط في تشرين الأول أكتوبر 2022، ممن أدى إلى توقف كامل لتصدير النفط الخام وأثر بشدة على دخل الحكومة اليمنية. وفي القطاع المصرفي كان وضع دولة واحدة مع سلطتين نقديتين متنافستين وعملتين مختلفتين غير مستدام بالفعل، لكنه أصبح أكثر تعقيدا بسبب سلسلة من الإجراءات التصعيدية بحسب المبعوث الأممي. وأشار إلى أن إعلان الحوثيين في مارس آذار الماضي عن طرح عملة معدنية من فئة 100 ريال للتداول لمعالجة تحلل الأوراق النقدية من نفس الفئة بمثابة تحدي للسلطة النقدية للبنك المركزي اليمني، الذي رد بدوره في نيسان أبريل بمطالبة جميع المصارف بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، وأعلن عن تدابير عقابية بحق المصارف الرافضة للامتثال. ردا على ذلك قام فرع البنك المركزي الذي يخضع لسيطرة جماعة الحوثي بحظر جميع المصارف التي تقع مقراتها الرئيسية في عدن ومنعها من العمل في مناطق سيطرتها. ويرى المبعوث الأممي أنه إذا تم عزل المصارف في صنعاء عن المعاملات المالية الدولية بموجب التدابير العقابية فسوف يكون الأثر كارثيا على الاقتصاد، وستقدم السيدة إيديم ووسورنو من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، فسيؤدي ذلك إلى تعطيل واردات السلع الأساسية بما فيها الغذاء والدواء والحوالات المالية عبر المصارف. بشكل عام ستزيد هذه التطورات من تعميق الانقسامات والتشظي في القطاع المصرفي وتفتح في الوقت نفسه المجال لتصعيد عسكري محتمل. من أجل تجنب هذا السيناريو عقد مكتبي اجتماعات مكثفة في الرياض وعدن وصنعاء لمناقشة مقترحات ملموسة لحل هذه الأزمة، وقد قمت في سياق هذه الجهود بتحرير رسالة لفخامة الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وللسيد مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى في الأول من حزيران يونيو، أحثهما على الامتناع عن انتهاج مزيد من التصعيد وأدعوهما للحوار دون شروط مسبقة تحت رعاية الأمم المتحدة، لكنني لم أحصل على رد إيجابي حتى الآن. وأكد أن اجتماع الأطراف وجها لوجه مباشرة لمناقشة هذه القضايا هو أمر تفوق أهميته قدرتي على التأكيد،
وأحث المعنيين الإقليميين والدوليين من ذوي القوة والتأثير على أن يضعوا كل ثقلهم من أجل عقد هذه المحادثات المباشرة بين الأطراف بحسب إحاطة المبعوث الأممي.